الآن للجزء الأخير من الأنتيريور أبدومينال وول، ناخد السكروتم، والسكروتم على وجه الحقيقة هو جزء من الأنتيريور أبدومينال وول. كل الاستراكشرز اللي كونت الأنتيريور أبدومينال وول بتمثل نفسها في السكروتم. السكروتم اللي هو كيس الصفن أو كيس الخصية هو جزء يشبه تماما ويمثل وتمثل فيه الاستراكشرز أوف ذا أنتيريور أبدومينال وول تمثيلا نسبيا كالتالي. في هذا الدياجرام ده كان الانتيريور ابدومينال وول، وده كان جزء حصل له بلج من الانتيريور ابدومينال وول في الامبريو. كان الكودال بارت، الجزء الزيلي من الامبريو، كان بروتودد في صوره سكروتال سولينج، ادى في النهايه الى الفورميشن اوف ذا سكروتم. فكان السكروتم هو اللور بارت اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. تعالوا نشوف تركيبه الانتيريور ابدومينال وول وازاي انها هتمثل نفسها في اللايرز اوف ذا سكروتم في هذا الكيس الجلدي. دلوقتي ديت الاستراكشرز اللي بتكون الانتيريور ابدومينال وول، بدايه من رقم واحد هو السكن. السكن اوف ذا انتيريور ابدومينال وول قاعد دي بلو الطبقة التانية اللي هي طبقة السوبرفيشيال فاشيا، رقم اتنين السوبرفيشيال فاشيا. بس ويتش لاير اوف ذا سوبرفيشيال فاشيا؟ هي ذا سوبرفيشيال فاتي لاير اللي كان اسمها الكامبرز فاشيا. رقم ثلاثة اللي هي الديب ممبرينس لاير اوف ذا سوبرفيشيال فاشيا اللي كان اسمها فاشيا سكاربا. اما كانت رقم اربعة فهي كانت اول عضلة من عضلات الانتيريور ابدومينال وول. حد يسألني فين الديب فاشيا؟ بفكركم ان في معظم الاقوال الديب فاشيا مش موجودة في الانتيريور ابدومينال وول او كانت رودمنتري. فهنا الطبقة بتاعتنا الطبقة الرابعة اللي هي كانت الاكسترنال اوبليك ماسل. الخامسة اللي هي الانترنال اوبليك ماسل. السادسة كانت الترانسفيرسس ابدومينس. اما كانت الطبقة رقم سبعة فكانت الفاشيا ترانسفيرساليس. والفاشيا ترانسفيرساليس اللي هي رقم سبعة هيفصلها عن الطبقة رقم تسعة للبروتونيوم، الطبقة الثامنة اللي اسمها الاكسترا بيروتونيال فاتي تيشو. ده كان الاستراكشر اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. الانتيريور ابدومينال وول بيمتد داون وورز وبيمثل نفسه في صوره استراكشرز اخرى اصغر حجما، وهي في صوره اثار تمثل نفسها في اللايرز اوف ذا سكروتم. لكن انا من هذا الشكل احب انبه لحاجه، ان العضلات وهي ماشيه بتمتد، الاكسترنال بتمتد لتحت، الانترنال بتمتد لتحت، الا ان الترانسفيرسس تقف ولا تمتد، بيكمل مكانها الفاشيا ترانسفيرساليس. تعالوا نشوف مع بعضنا اللايرز اوف ذا سكروتم وكيف انها تمثل اللايرز اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. فهناخدها من سوبرفيشال تو ديب سكن. ده ذا سكن اوف ذا، ده السكن اوف ذا سكروتم، ونلاحظ انه ماشي على اتصال، ماشي ان كونتينيويشن with the skin of the anterior abdominal wall. غير ان the skin of the scrotum كان له شوية مواصفات، انه هو كان dark brown في معظم الاحوال، كان في rugosity، كان متعرج، وكان hairy. طيب بالنسبة للطبقة التانية من السكروتم اللي هي طبقة الدارتوس ماسل. الدارتوس ماسل دي ماسل بتشتغل اوتونوميك under the control of autonomic nervous system. الدارتوس ماسل ديت مع البرد بيحصل لها كونتراكشن فتعمل شرينكج لكيس السكروتم، ومع الحراره العاليه بيحصل ريلاكسيشن فيحصل ريدندنسي او ترهل كيس السكروتم. طبقه الدارتوس ماسل اللي هي الطبقه الثانيه من طبقات السكروتم، لما نتبعها ونمشي معاها ونشوف هي كانت ايه في الانتيريور ابدومينال وول، هنجدها تمثل الكامبرز فاشيا او ذا سوبرفيشيال فاتي لاير اوف ذا انتيريور ابدومينال وول على حسب ما نمشي بالسهم. الطبقة الثالثة من طبقات السكروتم هي طبقة الكولز فاشيا. كولز فاشيا هي الطبقة رقم ثلاثة، ولما انا اتتبعها واطلع معاها لحد فوق هنجدها انها بتمثل الديب ممبرينس لاير اللي رقم ثلاثة هنا في الانتيريور ابدومينال وول اللي كان اسمها فاشيا
اسكاربا. ننزل تحت شويه، تحت شويه هنا بمعنى ديب، بمعنى ديب نوصل للطبقه الرابعه اللي اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشل. احنا ما زلنا بنشرح في السكروتم. الطبقه الرابعه من طبقات السكروتم هي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا، والاكسترنال سبرماتيك فاشيا كانت بتمثل في الانتيرور ابدومينال وول لو انا تتبعتها تمثل داون وورد برولونجيشن اوف ذا فايبرز اوف ذا اكسترنال اوبليك ابنروسز. اذا الاكسترنال اوبليك ابنروسز من الانتيرور ابدومينال وول هتمثل نفسها في السكروتم في صوره فاشيال برولونجيشن، فاشيا اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا. انزل ديب شويه اللي بعد كده الانترنال اوبليك في الانتيرور ابدومينال وول هتمثل نفسها في صوره داون وورد فاشيال برولونجيشن اسمه كريماستريك ماسل اند فاشيا. طيب لو انا دخلت ديب شويه هنجد الترانسفيرس ابنروسس لا تمثل نفسها على الاطلاق، وده الاختلاف الوحيد من عضلات من اختلافات عضلات الانتير ابدومينال وول. فالترانسفيرس ابدومينس كانت انتهت، حل محلها مين؟ الفاشيا ترانسفيرساليس. الفاشيا ترانسفيرساليس هتكون الطبقه اللي بعد كده، الطبقه رقم 6 اللي اسمها internal spermatic fascia. ندخل بعد كده على البروتونيوم فنجد البروتونيوم بيتقفل اسمه تيونيكا فاجينالز. هتمثل مين؟ هتمثل البرايتال بروتونيوم.